السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستعرض معكم أبرز آراء الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر منشورات تنبئ عن انهيارات في صفوف ميليشيا الحوثي وصالح، ناهيك عن الخلافات بين الطرفين وزيارة علي صالح والتي تلاها أيضا محمد علي الحوثي للسفارة الروسية والتخبط الذي تعيشه الميليشيا. تظهر أيضا وجود خلافات بين صالح والحوثي، فالمقاومة على الأرض في تقدم مستمر وميليشيا الحوثي وصالح في تراجع مستمر أيضا وانسحابات من مواقع استراتيجية في محافظة عمران وغيرها. في هذا السياق نشر الكاتب والسياسي محمد جميح على صفحته في الفيسبوك مقال بعنوان غياب، يقول في بداية منشوره: تأملت وجوه قيادات المؤتمر الشعبي العام التي حضرت البارحة مع الرئيس السابق علي عبد الله الصالح. يقول أيضا: بحثت عن وجه حكيم اليمن عبد الكريم الإرياني فلم أجده، تطلعت لعلي أرى عبد العزيز عبد الغني أو حسن مكي أو أحمد الأصبحي دون جدوى. كان من العقلاء لديه أحمد عبيد بن دغر، وهو كذلك لم ألمح صورته في الاجتماع. ذهب بعيدا بعدما رأى الرئيس السابق لا يستمع إلا لنفسه. ولما قال صالح إن الحرب لم تبدأ بعد، قفزت إلى ذهني صور ضحايا الحرب من صعدة إلى عدن، وعدت للوراء إلى ضحايا الحروب الست. كان الإرياني حكيم العرب غائبا البارحة. كان عبد الغني شهيد المحراب بعيدا أيضا، وكان الوطن يئن أنينا كونيا رهيبا. ويقول أيضا جميح: البارحة كان العقل هو الغائب الأكبر، كان الوطن هو الخاسر الأكبر، وكان المجتمعون يصفقون. تصبحون على وطن حلمنا به وحلمناه في مواجعنا إلى المنافي البعيدة. في المنشور الذي يليه نشر الصحفي سامي نعمان على صفحته في الفيسبوك يقول: هل يعتقد علي عفاش وعبد الملك الحوثي أن تشكيل الحكومة سيفرق كثيرا وسينقلهم من وضع التمرد إلى الشرعية، حتى وإن ألغوا البيان الذي وصف بالإعلان الدستوري، حتى وإن أعادوا مجلس النواب الذي لم يكن يجتمع بنصابه في ذروة قوة عفاش؟ فكيف وهو لم يستطع أن يجتمع بنصاب اللجنة العامة التي تضم النافذين الذين اختارهم عفاش بعناية بناء على معايير النفوذ والثراء التي اكتسبوها خلال فترة حكمه؟ هذا وهم وهراء. عفاش أراق ماء وجهه المهدر في حضرة الروس للحصول على شرعية وهمية يدرك الروس أنها غير مقبولة مهما حاول المغالطة لإخراجها. ثالث زيارة للسفارة الروسية في غضون أقل من شهرين، وفود العائلة زارت موسكو، والجواب يصل عبر السفراء والمسؤولين الروس الذين يزورون الرئيس ونائبه رئيس الحكومة وإلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة الشرعية. مفاده: يريدون تشكيل حكومة ونحن حذرناهم من الإقدام على خطوة كهذه. ماذا يريد عفاش وعلى ماذا يلهث وفي ماذا يريد المقامرة؟ يجهد إبليس اليمن بكل الوسائل لتوريط روسيا للاعتراف بشرعية ما سماها شرعية صنعاء، والأكثر من ذلك لتوريط اليمن في مغامراته الهمجية القائمة على مصالحه ومصالح أسرته ونخبته المنتفعة. أما الحوثيين فهم لا يبالي بهم ولا يكترث بأي أرض هلكوا. يسعى لتوريط الروس للاعتراف بشرعية صنعاء، ومن ثم طلب تدخل الروس في اليمن باسم الشرعية لتنفيذ تهديداته ببدء المعركة مع السعودية، وتوريط اليمن في آخر معركة يخوضها مجرم الحرب العجوز تنفيذا لما كان يسميه هدم المعبد علي وعلى أعدائي. لكن حقده ليس مقتصرا على أعدائه فقط، هو يريد هدم المعبد على الجميع، وأولهم أصدقائه وعموم الناس. هذه الألاعيب من الممكن أن تنطلي على عبده الجندي أو ياسر العواضي أو قل أبو بكر القربي أو صادق أبو شوارب. أما على بوتين ولافروف فهذا ضرب من السخافة المفرطة. ويقول أيضا: رحم الله عصابات متمردة عرفت قدر نفسها، ولكم يشعر الإنسان بالعار أن هذا الرجل حكم البلاد ولا زال يتحكم بمصيرها منذ 35 عام، ولكم يشعر بالأسى والقهر أن لا زال هناك من يضحي بدمائه لأجل ذلك الرجل المسخ والعقلية الخربة والمشاريع الأنانية المريضة. في ذات السياق أيضا وما يدور خلف الكواليس ويكشفه بعض الصحفيين والناشطين والمتابعين، حيث ينشر الصحفي عدنان هاشم على صفحته في الفيسبوك يقول: بعد ساعات من لقاء صالح بالسفير الروسي، التقى السفير محمد علي الحوثي
يطلب الحوثيون وصالح من موسكو استصدار قرار من مجلس الأمن بوقف الحرب في طهران. يوجد وفد للحوثيين غير معلن برئاسة محمد البخيتي وشيخ زيدي يدعى عبد السلام وجيه وآخرين. التقى أمس مسؤولين في الخارجية الإيرانية ولقاءات مكثفة مع الصحافة الفارسية. وفي موسكو أيضا يوجد وفد صالح أبناء أخوته. فيما التحالف يتحرك بموازاة كل ذلك، يقاتل الحوثيون في معقلهم الأخير في الجوف، يترقبون خسارة عسيلان المنطقة النفطية في شبوة، ينهارون سريعا في حجة ويخسرون على تخوم العاصمة، فيما الحكومة تتحرك دبلوماسيا نحو توحيد الصف العربي تجاه قضية اليمن بين مصر والبحرين والسعودية والإمارات ولقاءات أيضا في الكويت. تخرجت دفعات لوزارة الداخلية في عدن. حسين عرب يعمل بصمت، فيما تخرجت دفعات من الجيش في شبوة ومأرب بافتراض وافقت واستطاعت موسكو استصدار هذا القرار. وقتها ستكون الحكومة جاهزة لأخذ زمام المبادرة بديلا عن التحالف. الباحث عبد السلام محمد يغرد على صفحته في تويتر أيضا يختصر لنا المشهد، يقول: لا جديد حقده الذي أبداه في جمعة الكرامة ضد شباب طالبوا بالتغيير سلميا، هو ذات الحقد الذي يصبه اليوم على الشعب اليمني. وفي صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رئيس بما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي في السفارة الروسية نبيل الغيثي ينشر على صفحته في الفيسبوك، يقول: رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي مع السفير الروسي بصنعاء بعد ساعات من لقاء السفير بعلي صالح، يحاولون الاستنجاد بروسيا من الهزائم ويحاولون إيهام أنصارهم بأن هناك دولة قوية إلى جانبهم، وروسيا أكدت أكثر من مرة على دعمها للشرعية. وإلى تعز المحاصرة ينشر الصحفي سعيد ثابت على صفحته في الفيسبوك، يقول: الدمار والقتل والحصار لتعز على يد قوات الرئيس المخلوع والميليشيا الحوثية التي تزعم أنها تمثل فئة اجتماعية، ووسط صمت هذه الفئة ومظاهرها وإمداداتها المادية والبشرية لهذه الميليشيا وتلك القوات، بعد كل هذه هل ستعود تعز كما كانت في علاقاتها مع تلك الفئات والجهات؟ الحصار هو ما تقوم به عصابات الميليشيات الآن بمنع دخول السلع والاحتياجات الضرورية الطبية والإنسانية إلى مدينة تعز. بعبارة أوضح، هي تفرض حصارا خانقا على تعز منذ أكثر من 6 أشهر بمنع دخول المساعدات والواردات التجارية التي سمحت قوات التحالف بإدخالها إلى جميع المناطق اليمنية بما في ذلك الأدوية والأكسجين. قوات التحالف حظرت دخول السلاح فقط ولا تفرض حصارا على واردات اليمن من مختلف السلع والإمدادات بما في ذلك المشتقات النفطية، لكن الميليشيات تخنق حياة مئات الآلاف في تعز لمقايضتها برفع الحظر عن السلاح. وفي ذات الموضوع أيضا ينشر الصحفي عبد العزيز المجيدي على صفحته في الفيسبوك، يقول: هذه الجريمة الفظيعة بحق الإنسانية تتوه في سجالات لا تفرق بين الحظر والحصار، أو لا تفرق بين الحظر والحصار، بالإضافة إلى الجريمة تستخدم متاعب الحصار بصورة غير أخلاقية من الطرف المجرم للترويج لكذبة بحجة للأسف هناك من يقع في حبائلها. إذا كان هناك حصار بالفعل، فمن أين دخلت كل هذه السلع والشحنات الضخمة الموجودة في أسواق المدن التي تسيطر عليها الميليشيات؟ كيف دخلت شحنات برنامج الغذاء العالمي ومنظمة أطباء بلا حدود، فوصلت إلى صعدة وحجة وصادرتها الميليشيات على أبواب تعز المنكوبة؟ لماذا يبدو إعلام الحكومة والمقاومة عاجزا عن توضيح هذه الحقيقة؟ وكيف تغيب أذهان المتحدثين في القنوات الفضائية؟ وأخيرا صورة كاريكاتورية تجسد علي صالح ومحاولاته المتكررة لقوات التحالف بوقف الضربات بينما هو يستمر بقصف المدنيين وقتلهم في محافظة تعز، وأيضا يقتل الأطفال بصواريخ الكاتيوشا.
هكذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية فقرتنا لهذه الليلة، ولمن فاتته مشاهدتنا يمكنكم متابعة قناتنا على اليوتيوب. نلقاكم يوم غد بمشيئة الله تعالى، إلى اللقاء.